موجز الأنباء من زومسة تي في بطنجة، أهلا بكم. بعث المغرب عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسالة شديدة اللهجة للتعبير عن رفضه واندهاشه من توجيه الحكومة السويسرية إعلانا إلى الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لعام 1949 بما فيها المغرب، تخبرهم أن جبهة البوليساريو قد انضمت إلى الاتفاقية وتلتزم بتطبيقها، وهي الخطوة التي أغضبت المملكة، جعلتها توجه انتقادات لاذعة لسويسرا باعتبارها الراعية لهذه الاتفاقية. وجاء في الرسالة الموجهة من وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار إلى نظيره السويسري أن المغرب يستغرب من إقدام جنيف على هذه الخطوة وقبوله عضوية جبهة البوليساريو. قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمس في لقاء جماهيري بتطوان في سياق الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، قال إن حياته أصبحت في خطر، إلا أن الشعب يستحق أن يموت من أجلها. ويأتي خطاب بن كيران في تطوان بعد محاولة نصف لقاء جماهيري بتازة أول أمس الاثنين، بعدما رفع بعض الحاضرين شعارات ضد بن كيران. أنا كنشعر بالخطر على الحياة ديالي، ولكن تنقول والله هذا الشعب حتى كيستحق الإنسان يموت من أجله في سبيل الله. حصل حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة 14 غرفة مهنية متصدرا النتائج النهائية لانتخابات مكاتب الغرف المهنية، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على رئاسة 7 غرف، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب6 غرف، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 غرف، ثم حزب الحركة الشعبية على 3 غرف، بما حصل كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري برئاسة غرفة مهنية واحدة. رياضيا، يستضيف فريق المغرب التطواني اليوم على الساعة 8 مساء نظيره الجيش الملكي على ملعب سانية ترمل بتطوان برسم ذهاب 16 نهاية كأس العرش. هذا ويسعى فريق الحمام البيضاء المنتشي بفوز المستحق على سموحة المصرية برسم الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعتين لعصبة أبطال إفريقيا، يسعى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية. انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره التونسي لكرة السلة بفارق نقطة واحدة 68-69 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بقاعة رادس بتونس العاصمة برسم ثمن نهاية بطولة إفريقيا لكرة السلة لسنة 2015، وانتهت المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي قبل أن يحسمها نسور قرطاج بفارق نقطة واحدة بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في مباراة عرفت احتجاج اللاعبين المغاربة على التحكيم. إلى اللقاء.